تنظم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر المؤتمر الانتخابي الأول لها الجمعة المقبلة لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا. وسيشهد المؤتمر طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.